في الختام أحبائي، بعد مشاهدة هذا الأسبوع الأخير ماذا عنك؟ إن شاهد شيء هذا جميل، لكنك تأخذ خطوة حقيقية في حياتك هذا شيء آخر. تبتدي تتأمل وتفكر شو الغرض من صلب المسيح، شو الهدف من موت المسيح، ليه؟ هل فعل كل هذا من أجلي؟ وإذا اكتشفت هذه الحقيقة لابد أن تحصل على الخلاص. بصلي من كل قلب أنك استمتعت في هذه السلسلة وأنه كانت بركة لحياتك. منحب نسمع تعليقاتك، منحب نسمع أفكارك، إذا عندك أي مداخلة، إذا عندك أي سؤال، أي استفسار، منحب أنه نتواصل معك. وإذا فعلا صليت وطلبت الرب خبرنا، وإذا محتاج هذه السلسلة تكون بحوزتك أطلبها وسنرسلها لك بإذن الرب. الرب معكم، وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير.